عدنا لكم مجددا. كيف تابعت هذا الكليب الرائع للسيد رام عزت، والذي بالمناسبة كان يتولى رئاسة مجلس الطائفة اليهودية في كردستان العراق لمدة 6 سنوات، وكانت له مكانة كبيرة، وحضرتك تعلم يعني اليهود في العالم بماذا يحظون من معاملة، والآن هو يعتنق الإسلام. إن اعتناق رام عزت للإسلام هو نصر حقيقي، وإني أبشرك عبر هذه القناة، قناة التاسعة، أن كثيرا سيعتنقون الإسلام عما قريب. الله، وهذا وعد الله، وهذا وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يبلغن هذا الدين ما زوي لي منها، زويت الأرض كلها للنبي صلى الله عليه وسلم، وبشر أن هذا الدين سيبلغ مشارق الأرض ومغارب الأرض وكل مكان بإذن الله عز وجل. لذلك إعلانه للإسلام هو انتصار، وإننا ندعو كل من يعرف أحقية هذه الأرض وأحقية هذه البلاد، هذه الأرض لنا وهذه البلاد هي للمسلمين، وكل من يريد أن يصدق مع نفسه سيعتنق الإسلام. وأرام عزت حينما صدق مع نفسه اعتنق الإسلام. وأدعو هنا إلى أن يراجع كل أبناء المعتقد اليهودي عقيدتهم، والله الذي لا إله سواه لن يجدوا أفضل من الإسلام دينا، فهو دين السعادة ودين المجد ودين الرضا ودين الراحة. هذا الدين دين عظيم، وسيبلغ هذا الدين كل الأرض بإذن الله رب العالمين.